وفقا لتقارير وكالة أنباء رويترز، فقد قال رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونتاريف في 30 أكتوبر إنه من المتوقع أن يتم القضاء على جميع الإرهابيين في سوريا بشكل تام في هذه السنة. قال بونداريف إن معظم الأراضي السورية التي تحت سيطرة الحكومة السورية سوى جزء صغير من المنطقة لا يزال تحت احتلال الجماعات المتطرفة، وبحلول نهاية هذا العام فإن العمليات العسكرية الروسية لمحاربة الإرهابيين ستحقق انتصارا شاملا، وبعد انتصار العمليات العسكرية فإن روسيا ستخفض عدد العسكريين في سوريا وفقا للوضع في ذلك الوقت، ولكنها ستظل تحتفظ بالقوات الضرورية في بعض المناطق لضمان عدم حدوث صراعات جديدة. كما اتهم بونداريف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بأن غاراته الجوية في داخل الأراضي السورية غير قانونية، وهو يعتقد أن الولايات المتحدة تتخذ مكافحة المنظمات المتطرفة كزريعة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.